رح ننتقل لأعالي المتن الجنوبي حيث تحديدا إلى أكيد الترشيش يلي هي تعتبر بإحدى نقاط نص لبنان إن كان بالنسبة للشرق والغرب أو لجنوب للشمال، في عنده النقطة هي بتشكل نص لبنان. هلا بزعل منك الله يرحمه سعيد عقل. ليه؟ زحلة بنص لبنان يا زلمة. لا نحن نص الكون حسب خرائط الجيش. قريبة على بعضها، قريبة. ما هيك؟ مستر جابي سمعان صباح الخير. صباح الخيرات، بدي أشكركم وسبح كل المستمعين والمشاهدين. اهلا وسهلا رئيس تجمع تعاونيه التفاح بلبنان، اشتقنا لك اول شيء، كل عيد مرسي معانا وانت بخير ولو مؤخر. مرسي مرسي، ينعاد عليكم وانا اشتقت لكم كمان. نحن بالاكثر، خلينا قبل ما نحكي زراعه وتفاح نحكي شوي بالسياسه، متفائل بالساعات المقبله؟ دائما لو ما التفاؤل يمكن كان الانسان بيفقد الامل. نعم. اكيد عندنا تفاؤل انه الوضع يرجع يتحسن، عندنا تفاؤل انه الامور ترجع تنتظم. وعندنا تفاؤل انه لبنان يرجع، يعني لانه ما حدا الا ما مضرر، ما حدا الا ما متأذى من الوضع يلي صار واللي كان عم بيصير. نعم. كل القطاعات من دون استثناء. طبيعي. اللي بيشوف هالمشهد وراك الباك جراوند بياخذ هيك عن جد تفاؤل اكثر بهالصوره الرائعه. هاي ترشيش الحلوه. نعم. اكيد اكيد. خبرنا كان عم بيقول لنا شيخ رعد بالعقوره هلا اجت الغطيطه وبلش يرجع التفاح ياخذ لونه بعد موجه الحر يلي ضربت الموسم. قديش اجت موجه الحر اثرت كثير على كل الخضار وعلى كل الفاكهه وعلى التفاح، لانه بتخليه يعني تضربه الشمس ما بيعود مقبول، لانه بصير من محلات مضروب ومن محلات منه مضروب، كثره الشمس بتاذي. الغطيطة بتفيد كتير أكيد، والضباب لأنه بيعطيه لون لكن للتفاح، خصوصا التفاح الأحمر، والأبيض بصير يعطي وجاه وجاه. نحن متفائلين الموسم إن شاء الله خير، ما فيني أقول أنه رح يكون أحلى من قبل، بس إن شاء الله يكون أحلى، لأنه بعتقد أنه هالمزارع اللي عم يشتغل كل السنة والامور يلي عم تصير بلبنان مفروض انه يجينا جرعه تفاؤل وجرعه امل. نعم. نحن كمزارعين وكتعاونيات للتفاح بنقول انه ان شاء الله هاي السنه احلى من سنه الماضي والسنين السابقه، ويكون في شويه تصريف، وانا رايي الشخصي انا متفائل انه راح يكون في تصريف لبرا، في سوق شوي لبرا. بلش التجار يسأل؟ ايه بلش شوي، اكيد هلا فرق الليرة وضعف الليرة انه المزارع ممكن يجي يشوفها انه احلى لإله او شيء تصدير، بس بالمقابل المزارع عم يتكلف كثير، خصوصا انه عم ندفع كل الادوية وكل الاسمدة بالدولار، دولار كاش. بده يرجع يرد هالدولارات يلي انفقهم. نعم. ليليان عم بتقول بكره بيقطفوا التفاح وبيبيعوه على الغالي وبعد شوي بصيروا صرخوا انه ما عم بيروح التفاح. لك هي مشكلتنا نحن انه لو المزارع اللي عم يستفيد بقول لك انا معك حق ومظبوط يعني التاجر هن التجار اللي عم بيبيعوا، يعني رح خبرك انا السيكي كيف بصير. في مزارع معطر، عدا عن المزارع المعطر بيجيك التاجر المحلي او السمسار المحلي لتاجر مناطقي، وبيرجع تاجر المناطق بيعمل ديل مع التاجر الكبير يلي عنده سوق لبرات لبنان. من هالك لمالك يعني. من شان هيك الكل بده يربح، والكل بده انه هو يفوت مصاري اكثر على جيبته. نعم. يبقى الحلقه الاضعف هو المزارع يلي ما عنده اقتصاد، يلي ما بيعرف لوين يروح، شو يعمل، كيف يعمل. انا بتمنى على المزارعين يعني يتواصلوا معنا نحن، ونحن قدرانين نعطيهم سعر احلى او ننصحهم بالسعر الاحلى ونقول لهم شو السعر وشو السوق ووين ممكن يكون احلى. نعم. ساعتها ما بينظلموا بياخذوا حقهم. ما بدنا نظلمهم وبدنا نكون فير، وبذات الوقت بدنا انه بضاعتهم تتسوق تنباع ما تبقى بالبرادات. ان شاء الله خير. اسعار السنه؟ اسعار السنه بعد ما في اسعار، بس انا بتوقع يعني من 30,000 وما فوق. نعم. بتوقع مني اكيد. عم نحكي عن الصندوقه. البضاعه المنيحه. يعني 20 كيلو، صندوقه 20 كيلو.
ايه السنه الماضيه كانت 15. نحن ما بدنا نروح قطريب ثلاث مرات، عم نروح على روح. في شوي شوي لنشوف كيف السوق بعد ما قدرنا نحدد الاسعار فيه. بس الموجة الحر كمان أثرت عليه للتفاح، صار في شوية هار. إيه أكيد أكيد في تفاح ممكن ما يعود صالح، بده يعني في نسبة صغيرة استوى بكير. نعم. مش بس استوت، احترقت. احترقت دبغت كمان. السنة الماضية دبغت من الشمس. السنة الماضية أطلقنا يوم التفاح السنة مع الأسف على أساس إنه بده يكون بأيلول. كيف فينا نعوض؟ كان لازم نكون هلا اليوم يعني بهالجمعة مزبوط. نكون نحن عملنا شيء للتفاح، او يكون بس للاسف اجى كوفيد واجت الاوضاع واجى قصة مرفق بيروت وكلها يعني مصايب اكبر من المصايب. صحيح. كيف بدنا نعوض هذا النهار، او كيف بدنا نخلي المواطن اللبناني يحس مع المزارع تحديدا؟ بدنا نشوف الاسواق اللي عم تنعمل محليا، نجرب انه يعني نسهل امور المزارع بهيدي الاسواق اللي عم تنعمل. بزيت الوقت مفروض انه نشوف اعلاميا مع التلفزيونات ووسائل الاعلام شو ممكن يتساعد المزارع. نعم. كيف فينا نحن نعمل له شيء نساعده فيه. نحن أكيد بدنا نشكر مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود على التعاون اللي كان مستمر. الشكر الدائم للويس لأنه هو الجندي المجهول والجندي المعلوم، بس أنه هو سباق النشيط الدائم. ايه سباق عم بلبينا، عم بيكون معنا دائما ان شاء الله على طول. طيب حدا من هالمسؤولين اتصل فيكم ليشوف شو ممكن تعملوا بالموسم؟ لا. يسهل أمور السفر، يخفف شوية إجراءات. لا استاذ عبدو، بظل الاوضاع اللي نحن عم نعيشها وحكومه مستقيله، انا على تواصل مستقيله بس هي بدها تصرف اعمالها، بدها تصرف الاعمال، تسيسر امور الناس. بتصرفوا بالحد الادنى، انا على اتصال مع وزير الزراعه بس ما في شيء جديد. يعني نحن دعيناه انه يطلع يزور يعمل برمه، كمان هاي البرمه اعلاميا بتعمل اذا حكي كلمه من بساتين التفاح. نعم. بتعمل نوع من انه مسانده وتشجيع للمزارعين. شو المطلوب اليوم؟ مطلوب انه حمله اعلاميه صغيره مع مزارعي التفاح، مع التفاح، مش لحتى نستهلكه، رح نستهلكه غصبا عنا بلبنان، بس منشان نحن للتسويق الخارجي. يعني للتسويق الخارجي ليفوت دولار، يعني هيك رح يكون واضح معك، في عطف خارجي على لبنان. نعم. يعني ممكن يجي دوله تقول والله انا رح اخذ كذا الف طن. نحن بمجرد انه يجي دول تقول انه بدها تاخذ طونات معينه بتبلش السعر يتحسن اوتوماتيك، يعني دغري فوريا. لا بكون سحب كميه من السوق. هيدي الامور ممكن ان تشجع، يعني وزير يحكي مع وزير بدوله ثانيه، حكومه تحكي مع حكومه بدوله ثانيه، في كثير دول حابه تساعد، بدهم يساعدوا، هاي مساعده مباشره وصافي. مش هبه هيدي بالنهايه عم ياخذوا يعني احسن تفاح لبناني. في كثير من الناس عم بيبعثوا لي هلا انه ليش كيلو التفاح ب 5000 وب 6000. طيب واضح، انا رح اشرحها لحتى ما نضل يعني هن عندهم شك ونحن بنحس انه مش مظلومين. السنه الماضيه كان كيلو التفاح قبل ما يكون في دولار وقبل ما توقع، وقت عملنا نهار التفاح. نعم. كان كيلو التفاح ب 2500 مظبوط؟ صح. نعم. انا بدي اعتبره انه كان كيلو التفاح بدولار. مظبوط؟ نعم. دولار هلا اليوم بيعمل 7000 اقل. اذا عم ينباع باربعة ولا بخمسة، ما لانه كل البضاعة اللي عم نستعملها للتفاح يعني ان كان مستورد، المكافحة كله مستورد مش من لبنان. يعني منيح اللي قلت هيك لانه دائما عم بيكون الجواب، وحتى هلا بعث لي انه هيدا من ارضنا مش مستورد، التفاحة من ارضنا بس لتعيش التفاحة عم نرشها قصص ويعني والمعدات الزراعية وكله هيدا مستورد. يمكن السنة الماضية كان الشغيل ياخذ 20-25 ألف يوميا، هلا اليوم الشغيل ما عم يقبل تحت 60 ألف. نعم. يعني هاي احدى الاسباب انه الكلفه زادت، بعدين الاسمده زادت،
كله زيت حكما يعني. هلا اذا بيجي يشوف المواطن هو بعده ربحان اذا اخذه باربعه وبخمسه. لقلك لا، لانه كان عم ياخذه بسبعه ونص السنه الماضيه. كل شيء حتى المطاعم اذا رحت عليها اليوم اربح للي عم بيروح من قبل اذا بتعكسها على اللي كان. من هيدا المنطلق بدنا نحسب انه في كلفه، في كلفه. نعم. على كل حال ان شاء الله يعني الموسم بيكون منيح وبيتصرف بسرعه وبيقدر المزارع ياخذ حقه وما ينطر اشهر واشهر، وخاصه بالوضع الاقتصادي الصعب. ومزارع التفاح من سنه لسنه مثل ما بلشت حديثك بينطر الموسم. نتمنى لك كل التوفيق ومهما كانت الصعوبات. ميرسي لك. ميرسي لك مهما كانت الصعوبات. نعمل شي صبحيه ما ببساتين التفاح، يلا هموها. يلا ان شاء الله اكيد. يعني واحد بس يوقف عندك على البلكون بينسى كل الهموم. يعطيك العافيه، يومك مبارك. دائما التفاؤل بوجهك. شكرا لك جابي سمعان، رئيس تجمع تعاونيه التفاح بلبنان.